اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. الفيديو ده هو الجزء الثاني لشرح عمليه الفوتوسينثيسيس. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن لايت ديبندنت رياكشن، او التفاعل اللي بيعتمد على الضوء، اللي محتاج الضوء. وفي الفيديو ده هنتكلم عن اللايت اندبندنت رياكشن، او اللي ساعات بيسموه الدارك رياكشن. وقلت لكم ان انا ما بحبش الاسم ده قوي. ما بحبوش ليه؟ عشان التفاعل بس مش معتمد على الضوء، لكن مش بيحصل في الضلمه. طيب عشان تفتكروا برضو كنا خرجنا من اللايت ديبندنت رياكشن بحاجات معينه كده وما فهمناش احنا هنعمل بيها ايه، زي النات بي اتش وزي الاي تي بي. احنا ناخد دول بقى نستخدمهم معانا المره دي. اللايت اندبندنت رياكشن بيحصل جوه الستروما بتاعه الكلوروبلاست، يعني في السائل اللي حوالين الممبرينز ده جوه الكلوروبلاست. حلو. في بقى سايكل خطيره ومهمه جدا في اللايت اندبندنت رياكشن اسمها كالفين سايكل. بكل بساطه غايه السايكل دي ان النبات يكون مركب يقدر يصنع منه الاكل بتاعه، والا بقى يبقى ملهاش لازمه. ما هو النبات مش تعب نفسه كل ده عشان في الاخر ما يستفادش حاجه. فتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل وليه هي سايكل. في كومباوند كده موجود اسمه الرايبيلوز بيس فوسفيت. الرايبيلوز فوسفيت ده فيه 5 كربونات، عايزين نكسره الاثنين فوسفوجليسريد، بس كل فوسفوجليسريد فيه 3 كربونز. الله، يبقى فيه واحدة ناقصة، يعني الاتنين فيهم 6 كربونات. ايه الزيادة دي جت منين؟ هو ده بقى اللي حصل. خطوة اسمها كربون فيكسيشن. هيجي كربون دايكسايد ويروح مدي الكربوناية بتاعته للرايبيلوز 5 فوسفيت ده، فيتحول لكمباوند فيه 6 كربون اتومز، وده بدوره يتكسر للاتنين فوسفوجليسريد. حلو. بس في مشكلة صغيرة، الرايبيلوز بيس فوسفيت والكربون دايكسايد مش هيعرفوا يتفاعلوا كده لوحدهم، لازم لهم مساعده وشويه طاقه، حاجه كده تحفزهم. وهنا بيجي اول دور للاي تي بي اللي احنا جبناه من اللايت ديبندنت رياكشن. وفي وجود انزيم كبير اسمه روبيسكو، يروح جايب الرايبيلوز 5 فوسفيت ويروح جايب الكربون دايكسايد ويروح لزق الكربونات بتاعت دي في ده، والاي تي بي يدي طاقه للرياكشن. حلو الكلام، جميل. رايبيلوز بيس فوسفيت اللي فيه 5 كربونات مسك في الكربونات بتاعت الكربون دايكسايد وتحول لكمباوند فيه 6 كربونات اللي بدوره اتكسر وتحول لاتنين فوسفوجليسريد. هنحول فوسفوجليسريد ده لكمباوند نقدر نصنع منه جلوكوز. الكمباوند اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفيت، وده برضو فيه 3 كربونز، فمش هنضيف حاجة هنا، بس محتاجين نعمل ريدكشن للفوسفوجليسريد ده. فيجي مين اللي يعمل ريدكشن؟ دوره النات بي اتش. تاني حاجة خدناها من اللايت ديبندنت رياكشن، وفي وجود انزيم الجليسرالدهايد 3 فوسفيت دي هيدروجينيز يحصل للفوسفوجليسريت ريدكشن ويتحول لاتنين جليسرالدهايد 3 فوسفيت. في حاجة هنا لازم اقولها لك على جنب، سوت سينات الكلفن سايكل من الجليسرالدهايد 3 فوسفيت بيروح يصنع جلوكوز، والباقي يرجع تاني يعمل لنا الرايبيلوز بيس فوسفيت، وده بيحصل بمساعدة اي تي بي. طب يعني ايه سوتس دي؟ لا مؤاخذة يعني، هشرح لك. تعالى بقى نحط ارقام شويه علشان نعادل التفاعل ده. تخيل معايا ان احنا ابتدينا بستة رايبيلوز بيس فوسفيت، 6 من الكومباوند ده، وجي 6 كربون دايكسايد تفاعلوا معاهم فعملوا لنا 6 من الكومباوند اللي فيه 6 كربون اتومز، بس الكومباوند ده اتكسر بالنص بالظبط، فكون لنا 12 فوسفوجليسيريد اللي كل واحد فيهم فيه 3 كربون اتومز. ماشي. وال 12 دول حصل لهم ريدكشن فتحولوا ل 12 جليسرالدهايد 3 فوسفيت. جميل. بص بقى ايه اللي هيحصل. مش احنا قلنا ممكن السوتس يروح يعمل جلوكوز؟ يعني كام واحده جليسرالدهايد 3 فوسفيت؟ 2. 2 يهربوا من السايكل ويروحوا يكونوا جلوكوز. هو الجلوكوز فيه كام كربونايه؟ 6. يبقى احنا في السليم. وال 10 اللي متبقيين يرجعوا يعملوا لنا الرايبيلوز بيس فوسفيت. الرايبيلوز بيس فوسفيت كان فيه 5 كربونز، واحنا بادئين ب6 من الكومباوند ده، ف6 في 5 ب30، ومتبقي عندنا في الاخر 10 جليسرالدهايد 3 فوسفيت اللي هو كل واحده فيها 3 كربونز، ف10 في 3 ب30 برضه، نبقى احنا في السليم تاني. انا ما كنتش بحب الرياضيات بصراحه. ونبقى كده فهمنا ازاي اللايت ديبندنت رياكشن واللايت اندبندنت رياكشن مرتبطين جدا ببعض، وقد ايه الاثنين مهمين جدا عشان النبات. لو فهمت حاجة وعجبك الفيديو متنساش تدوس على اللايك وسبسكرايب وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما يبقى فيه فيديو جديد. سلام. ومتنسوش برضو تبصوا بص على باتريون، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، هتلاقوا عليه مميزات احلى دلوقتي.